خير متابعي طقس العرب في المملكة العربية السعودية. نهار اليوم الثلاثاء بإذن الله بتسود المملكة أجواء مستقرة صافية ومشمسة، ودرجات الحرارة بحول الله رح تكون حول معدلاتها السنوية في مثل هذا الوقت من السنة. أما كيف رح تكون درجات الحرارة المتوقعة في العاصمة الرياض نهارا 24 درجة مئوية مع أجواء صافية ومشمسة، الملموسة 23 ونسبة الرطوبة 37% وسرعة الرياح 8 كيلومتر في الساعة تكون شمالية شرقية معتدلة السرعة. رح نستعرض إياكم درجات الحرارة في باقي مناطق المملكة ابتداء من شمالا وسكاكا نهارا بتسجل 23 ليلا 4، عرعر 21 نهارا 4 ليلا، وتبوك 26 نهارا و11 درجة مئوية بتسجلها ليلا مع أجواء صافية بإذن الله. ننتقل الآن إلى المناطق الغربية والمدينة منورة 31 نهارا 19 ليلا مع أجواء مشمسة. جدة هناك غبار مسار بسبب الرياح 34 نهارا 21 ليلا، ومكة المكرمة أيضا 34 نهارا مع أجواء صافية ومشمسة و23 درجة ليلا، والطائف 25 نهارا مع أجواء غائمة جزئية و14 درجة بتسجلها ليلا. ننتقل الآن إلى المناطق الجنوبية الغربية والباحة 23 نهارا 15 ليلا، أبها 24 نهارا و15 ليلا مع أجواء صافية ومشمسة بإذن الله. جازان هناك غيوم متفرقة 29 نهارا و25 درجة بتسجلها ليلا. ننتقل الآن إلى المناطق الشرقية والدمام 23 نهارا 13 ليلا أجواء صافية، حفر الباطن 22 نهارا 11 ليلا، والإحساء 25 نهارا و11 درجة بتسجلها ليلا مع أجواء صافية بإذن الله. أخيرا ننتقل إلى مناطق الوسط والعاصمة الرياض 24 نهارا 11 ليلا مع أجواء صافية ومشمسة. بريدة كذلك الحال 24 نهارا 10 ليلا، وأيضا حائل 24 نهارا و8 درجات بتسجلها ليلا بإذن الله. بدي أذكركم متابعينا بالنهاية تعملوا اشتراك على قناتنا على اليوتيوب، وما تنسوا تفعلوا زر الجرس، وأيضا تابعونا إن شاء الله في باقي تفاصيل نشراتنا القادمة. إلى هنا إلى اللقاء.